توحيد الله؟ نقول في توحيد الله، التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هذا معناه أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، هذا أنواع التوحيد، ذكرنا تعريف التوحيد، تعريف أنواع التوحيد الثلاثة. نقول في توحيد الله، نعم، معتقدين بتوفيق الله، معتقدين فقال بتوفيق الله، يعني وما توفيقي إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. تجمع بين العبادة والاستعانة، تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني التوفيق لابد أن تطلب التوفيق من الله، ولهذا كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وفقني وسددني، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني نجمع بين العبادة والاستعانة، نجمع بين الشرع والقدر. تقول: يا رب أحسن الظن فيك بأنني من أهل الجنة، ولا تخيبني يا رب، وأسعى لهذا وأنا مؤمن. مفهوم؟ نعم. إن الله تعالى لا شريك له، إن الله تعالى علو في الذات وعلو في الصفات. العلو الذي الله سبحانه وتعالى علمنا به عن نفسه أن نثبت لله سبحانه علو في الذات وعلو في الصفات. علو في الذات، أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هذه خمسة أدلة تدل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علو حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. ولكن نصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاملة، مثل أن يظن أن السماء تظل وتقل وتحيط به سبحانه وتعالى. أدلة كم؟ خمسة إجمالا. الكتاب، تنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية ونزول الأشياء منه والاستواء، صحيح؟ نعم. والسنة بأنواعها الثلاثة جاءت بإثبات علو الله سبحانه وتعالى: السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة دلت على علو الله سبحانه وتعالى. أجمعت الأمة على علو الله. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلا ولابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب، صحيح؟ أي نعم. الفطرة، الآن تكون واقف في الإشارة، شغل المكيف وقفل الشباك، صحيح؟ يدق عليك فقير أو يجيك يقول لك كذا أعطيني، إيش تصنع؟ بدون ما تصنع شيء تقول له هكذا، إيش؟ يفهمه إيش؟ الله يعطيك، صح؟ نعم. فهذا فطرة. قال: يا أخبرنا يا أستاذ. كان الأستاذ يتكلم بكلام الفلاسفة وكذا وينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: أخبرنا يا أستاذ. ما دعا عارفا قط. قال: دعنا من هذا الكلام، الفلسفة اتركها. قال: دعنا من هذا الكلام، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. قال: يا أستاذ، إذا دعونا الله إيش نقول؟ تقول هكذا؟ لا، تقول هكذا. قال: أخبرنا يا أستاذ، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. فضرب الأستاذ على رأسه وقال: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. فطرة. نعم. تعالى الله سبحانه وتعالى. قلنا العلو لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. نعم.
إن الله تعالى واحد لا شريك له. واحد لا شريك له. واحد لا شريك له، لا إله إلا الله. كأنه الآن يشير إلى أنواع التوحيد الثلاثة. يقول واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء عجزه. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، صحيح؟ الأول توحيد الألوهية، والثاني توحيد الأسماء والصفات، والثالث توحيد الربوبية. تعيد الآن من جديد. قال إن الله تعالى واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا الله. هذا توحيد الألوهية. أنت اعتبر هذا مثال على توحيد، نقول في توحيد الله إلى أنواع التوحيد عند المؤلف ثلاثة. هذا النوع الأول، والثاني ولا شيء مثله. ولا شيء مثله، من أين أخذ هذه؟ ليس كمثله شيء. نفي المثل عن الله، المثل والشبيه والنظير عن الله سبحانه وتعالى. شوف إخواننا، عندنا قاعدة، أي صفة منفية عن الله نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ أي صفة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع نحن؟ لابد أن ننفي كل ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. لابد، هذا الذي عليها السنة. أي صفة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد من أمرين: النفي وإثبات كمال الضد. لماذا؟ لأنهم قالوا أن النفي المحض ليس بكمال. النفي المحض، تقول هذا الجدار لا يسمع، هذا مدح؟ ها؟ لا، ليست بمدح. إذا لابد ننفي عن الله ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. تقول نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم وإثبات كمال الضد، إيش؟ كمال عدله. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة، النعاس، مقدمة النوم، والنوم نوم معروف لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشبيه والنظير والمثيل لكمال قدرته وعزته وقوته سبحانه وتعالى، وأحديته وصمديته. مفهوم؟ إذا لا تفهم الضد تقول هذه الصفة منفية، ننفيها مع إثبات كمال الضد. مفهوم؟ إذن تقول قال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والوالد، صحيح؟ نعم، والزوجة، لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. مفهوم يا أخي؟ إذن عندنا قاعدة، كل صفة نفاها الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد من نفي ما نفى الله عن نفسه نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. وطريقة القرآن، طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. النفي قليل، الصفات الثبوتية كثيرة جدا، والصفات المنفية قليلة. مفهوم؟ نعم. الدليل هذا اللي قلت الآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مفهوم؟ نعم. ولا شيء يعجزه لكمال ربوبيته وأحديته وصمدية سبحانه وتعالى، وقلنا يشير بهذا لتوحيد الربوبية. نعم، وتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم. ولا إله غيره. ولا إله غيره، تقدم معنا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. عندما نقول بحق، يعني هذا معناه أننا نكفر بجميع معبد من دون الله، أن هناك آلهة عبدت من دون الله، وعبادة هذه الآلهة باطلة. نعم، لأن لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، على ركنين،
لكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهما. كلمة الإخلاص ما تنفع إلا بالركنين، النفي تكفر بجميع معبد من دون الله، والإثبات تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم.